هو أن يصبح عرفاً شاور في حرم مجلس النواب. الحلول أقصر طريق إلى هو الحوار. طب اليوم الفريق المسيحي يا محلى الحوار بين هذا التقاطر. بحكي أنا في إيجابيات بهذا التواصل من خلال يعني هذا جزء من التواصل اللي عم بيصير. تعرف إنه أنا ولا مرة سحبت من الجلسات أنا شخصياً. إذا في إمكانية لهذا الانتخاب بكرة بداية تصير اسمه. خصوصي كمان إنه عنده إذا بدك مهمة أخرى. بين التشاور ورفضه يقف الشغور الرئاسي عند مفترق طرق، وبين ورقة المعارضة والتمسك بمرشح أو الفراغ لا يزال الشعب اللبناني ينتظر مفتاح الفرج ليخرجوا من أزمة الرئاسية العالقة، وبين الرئاسي وجنوب المشتعل والهدنة التي تحبك لا جواب نهائي في ظل عدم اتزان نتنياهو. كل هذه الملفات وسواها نناقشها اليوم مع عضو تكتل التنمية والتحرير النائب ميشيل موسى ضمن استوديو لبنى الكبير. أهلا وسهلا سعادتك. شكرا. سعادتك خلينا نبلش بورقة المعارضة اللي هي اليوم حيعرضوها وحيعلنوها بشكل واضح ومباشرة وحيتوجهوا فيها للجهات المعنية. أول شيء، كيف شفت هذه الورقة أو اللي تم تسريب منها المتعلق بجلسات التشاور والدورات المتتالية وكل هذه التفاصيل اليوم؟ يعني بصرف النظر ما طلعت حقيقة على المعارضة على ورقة المعارضة. نعم، لكن خليني لك أنه في وجهتين نظر يعني اليوم، وبقدر التعبير بده يكون من قبلهم على وجهة النظر اللي عم تنقال دائما، يعني اللي هي أنه أن يكون هناك جلسات مفتوحة. نعم. بالمقابل يعني في وجهة نظر أخرى أنه نعمل 13 جلسة ولم تؤدي هذه الجلسات إلى نتيجة معينة، وبالتالي لابد من أنه حلحلة هذا الموضوع أو كسر هذا الجمود. نعم. أو الجليد أو الـ يعني التباعد الموجود بين الفرقاء بخطوات جدية يعني ممكن تؤدي ومفترض تؤدي إلى. شو هي هيدي الخطوات الجديدة؟ الحوار الفعلي اللي طرح، المبادرة اللي طرحها رئيس بري، اللي هو سعادتك إما هذه المبادرة لا. أو ما في جلسات. لا. يعني مبارحة شفنا سجال صار بينكم وبين أو بين تكتل التنمية والتحرير وبين القوات اللبنانية، وعم يسألوا ليش ما بتدعوا لجلسة انتخاب رئيس؟ ليش نحن ناطرين التشاور؟ لا، وندعى لجلسة انتخاب رئيس على سبيل المثال. حدا اليوم يعني بالسياسي يعني بيقول انه ممكن يعني هذه الجلسة ان تثمر انتخاب رئيس؟ حدا اليوم، وهذا بلد صغير والناس بتعرف بعضها وبتعرف توزيع القوى بهذا البلد، والكل عم بيعبر عن رأيه على كل حال، يعني حتى ما نقول في شيء خفي يعني في الموضوع، انه جلسة بدون يعني بدون نتيجة، خاصة انه الدستور اللبناني اجى بحكمة معينة بخلفية فيها حكمة، إجا وضع نصاب الانتخاب بال86 والعملية الانتخاب الأولى بال86. الغاية واضحة أنه اليوم رئيس الجمهورية بلد مركب من طوائف، في خوف إذا ما كان هيك أنه ينتخب من غلب بغلبة لطائفة على طائفة. حأحكي عن بغلبة سياسية من محل من طائفة. هالبلد بيحمل هذا الموضوع يعني في حكمة بنص الدستوري بهذا الموضوع بالتحديد. طب طالما تحدثت عن الدستور، هل الدستور عطانا يعني موافقة على أنه نخرق دايما ونخلق أعراف ونكر من خلال الحوار، الدعوة لجلسة حوار أو لطاولة حوار عند كل استحقاق؟ خليني أقول لك شغلي، هيدا أنه قصة الحوار أن يصبح عرفا، لا، يوم يصير في اتفاق بين فرقاء بما يؤمن 86 بانتخاب رئيس الجمهورية ما في داعي للحوار. بالأزمات بدك يعني في أزمة موجودة اليوم بالبلد، وما حدا في ينكر أنه في أزمة، في شقاء أو اختلاف سياسي كبير جدا، والظروف اللي عم بتحيط بهذا البلد عم بتعمق هذه الخلافات بشكل أو بآخر إلى واقع حال. طيب بهيك واقع المطلوب حلول، المطلوب أن نذهب إلى حلول. يعني اليوم الأزمات الموجودة
طب ليه ما بيصير في تشاور اللي هي تدعو الى القوات اللبنانيه بين بعض كل؟ ليه نحن بدنا نعمل جلسه؟ ما الرئيس بري رافض انه تكتل الاعتدال من يدعو الى جلسه، ورافض حدا يترأس الجلسه سوى هو. هو رئيس مجلس النواب. نعم، ولكن نحن عم نحكي الجلسة. على تشاور، ما عم نحكي على تشاور، جلسه انتخاب. تشاور بي بي بحرم مجلس النواب انه وجلسه بده. ولكن هو رئيس حكم سعادتك، لديكم مرشح واضح وصريح، وهذا المرشح اللي هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه هو قال انه ايضا رئيس القوات اللبنانيه هو من يعني عنده الغالبيه او الشعبيه المسيحي او التمثيل المسيحي الاكبر. بظل الخلاف في لاقي اسباب للخلاف قد ما بده، وفي يعني موجبات لهذا الخلاف من وجهه نظر الفرقاء قد ما بده. لكن اليوم المبدا العام بوجود أزمة وعقبة كأداء بوجه هذا الانتخاب بدك تشتري حلول، تشتري حلول. هالحلول أقصر طريق لها هو حوار. وكيف إذا كان الحوار مقيدا بالوقت؟ يعني عم نقول حوار 7 أيام أكثر، 10 أيام 7 أيام، لا 7 أيام أكثر. وإذا اتفقنا من أول يوم يومين ثلاثة على شو بده؟ اتفاق على الذهاب الى جلسه، وعلى يعني على تامين 86 تقريبا. يعني سعادتك ب 14 حزيران، جلسه 14 حزيران اللي كانت الجلسه الاخيره اللي مضت عليها اكثر من سنه، ايضا سنه وشهر تقريبا، شفنا رقم كثير كبير حصل عليه مرشح المعارضه جهاد مسعور. طيرته النساء؟ مش لو لم يطير النصاب لكان جهاد أزور. شوفي بالدستور النص بيقول انه ممنوع الخروج من الجلسة او عدم وجود. طيب وبالدستور ما في ايضا شيء نعم. مش الفريق الاخر باكرا قال انه اذا انا بدي يجي رئيس ما عجبني طير النصاب. هذا امر يعني ما محتكره حدا، يعني هذا امر موجود. يعني لو رئيس تيار المردة حصل على هيدا الرقم بال60 لكانت القوات طيرت النصاب؟ هن قالوا بالتصريحات. نعم ولكن انت برايك كانوا عملوها ب 14 حزيران؟ هذا دليل انه الفريقين عندهم هالامكانيه لاستعمال هذا الوضع، وعندهم يعني النيه اذا بدي كان باستعمال هذا الوضع. مين قبل الثاني او مين؟ مش هذا هو الموضوع اليوم. ليك نحن ببلد في أزمة اقتصادية هالقد قوية ما بتحمل مزايدات، لأنه النهوض الاقتصادي بده اتفاق على ورقة عمل وعلى خطة عمل واضحة، إن كان بشأن تفاوض مع الخارج بإمكانيات إقراض للبنان أو بطريقة التصرف لإعادة الثقة في أموال مودعين، في قصة وضعية مصرفية بلبنان بدها إعادة نهوض من جديد، في بنك مركزي بده ينظم يعني أمور، وبالتالي في أزمة حياتية ناتجة هالموضوع. طيب هذا موضوع لا يستاهل انه يكون في شبه اجماع حول خطة عمل بدل ما نقعد نزايد على بعضنا. اذا الواحد ابيض بيقول له الثاني اسود مثل ما نحن عم نعمل هلا اليوم بكل الامور السياسية. اثنين، موضوع اللجوء السوري. طيب ما بيستاهل هذا كمان خطة الكل متفق عليها مثل ما صار بمجلس النواب بالتوصيات انه يكون في عمليا ضمن حكومة موجودة انه قادرة انه تحل هذا الموضوع دون مزايدات. هذا الموضوع بالمزايدات نروح لمحلات غلط وما بتأدي. طيب هذه المزايدات طيب الخلاف السياسي الكبير موجود بالبلد اليوم مستحكم بهذا البلد، يعني في ابيض واسود هيك، انه هيك بالسياسي هيك، بالتالي الا يستاهل كما شيء باجماع. طيب اليوم رئيس الجمهورية إذا ما نجاب، وعم بقول في حكمة بالدستور بال 86، إذا ما نجاب رئيس عنده وضعية يعني معينة من النواب انتخبوه، كيف بده يحكم؟ يعني كيف يقدر يساهم بتأليف حكومة؟ طيب رئيس تيار المردة ما عنده المصداقية المسيحية اليوم، كيف بده يحكم في حال الوصل؟ نحن هذه بنعينها، بكركي عينتها وقالت مين اللي عندهم هالحيثية المسيحية وجماعتهم الأربعة. مش نحن ما نحطها، هذه المرجعية الطائفية الكبرى للطائفة المارونية هي اللي قالت هالشيء. بس بصرف النظر اليوم مين قال انه يعني هذا ما بيعني انه يكون الاقوى؟ نعم الاقوى. طيب شفنا الاقوى مين؟ يعني انه الرئيس عون كان عنده كتلة كبيرة. نعم. وقبله في رؤساء كان عندهم كتلة كبيرة.
يعني بالتالي بيصير في صراعات سياسية على هذا الموضوع. طب مش تقصيرا منه، لكن هذه اللعبة السياسية بتصير بتاخذ محل. ساعتك عم بتقلي انه نحن عنا مزايدات بالبلد وعنا يا ابيض يا اسود. طيب اليوم امام كل هيدي الازمات اللي عم نعيشها، اللي حضرتك عددتها، من اللجوء السوري، من اموال يعني المديرين اللي هي بالاساس طارت، فينا نقول من البنك المركزي اللي ناطرنا نحل ازماتنا. ليش طارت؟ مش بالضروره طارت. اثنين، في استعادة ثقة بالدولة، ثقة مالية يعني من الناس بالدولة والبنوك. هو كمان هذا مش مشروع متكامل، بانه تجيبوا رئيس حتوثق بانه يرجعوا يعني اموال، انه هذا ما بيستاهل اليوم. انه كل هالمواضيع. طيب كل هذه المواضيع وبعدنا مصرين على الحوار طالما هناك فريق كبير. طيب ما بدنا نعمل حوار؟ طيب فينا ننتخب اليوم رئيس جمهوري؟ معلش. طب ما زال هني عم يتحجج. خليني. طيب لحظة، ما زال القوات اللبنانية والمعارضة اليوم عم تتحجج بهذا الشيء، ليه ما اليوم نحن منحط على عينهم اذا بدك للقوات ومنقول انه نحن حندعي لجلسه وليفوز من يفوز؟ وصلنا لمحل بالاخر انه صار في شيء اسمه، بدي اتذكر بس اللي استعملوه، انه توافقوا او تقاطعوا، عفوا تقاطعوا على جهه الأزور. نعم. حدا قابض هالتقاطع؟ لا معلش، يعني انه ما تبع هذا التعاقد التقاطع. لا يعني بس حصل الوزير جهاد أزعور اكثر من فرنجيه بالجلسه رقم 14. هودي لانه الكل عارف انه ما في انتخاب رئيس جمهوريه بهذه الجلسه وما في اكثريه لرئيس جمهوريه، وهالتقاطع انه منه تقاطع جدي، والدليل ما تبع هذا التقاطع لحد اليوم. لا كمان نحن هذه تكتكه سياسيه صارت. مطلوب اليوم انه اي خطوه بتسميها حوار، بتسميها تشاور، بتسميها بدك اياه، تثمر او يعني تقربنا من انتخابات. طب طالما المعارضه رفضت هذا لحد هلا ما صار. نعم ما صار. طيب نحن هلا بسنه وثمان اشهر، شو بنعمل؟ يعني اما الحوار او لا جلسه لا لا. او لا رئيس. لا لا لا، اما الحوار هذا طرح من الطروحات. نعم. مثل ما في تشاور طرح من الطروحات. لا بدنا ننتخب رئيس بالاخر، ما في او في انتخاب رئيس. اذا وصل، طيب اذا هيدا الفريق اللي هو رافض لهيدا الشيء، شو بيكون الحل نحن عنا؟ شو انه ما هو هيك، لانه ما في حل. الحوار ما انت يستعمل بالاسامي. شفنا طيب سابقات من الحوار ولوين وصلتنا. بالدوحه شو صار؟ انه يعني صار في استعصاء لانتخاب رئيس جمهوري، راحوا على الدوحه ابدا الا رئيس جمهوري كذا، اتفقوا على الحكومه وحصة رئيس الجمهورية بالحكومة وتوزيع الوزراء بالحكومة، اتفقوا على قانون الانتخابات، يعني اتفقوا على وعلى رئيس الجمهورية، يعني اتفقوا على المناصب الأولى متكاملة. يعني اتفقوا على تقاسم الدولة. هذا شو بنسميه؟ طيب اليوم الفريق المسيحي يا محل الحوار بين هذا التقاسم. يعني اليوم الفريق المسيحي بده دوحة تانية برأيك؟ يعني لا يريد لا الحوار الداخلي وبده لك خليني لك شغلي، يعني على هو انه يكون في يعني حوار داخلي أو أي أمر داخلي يؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية، الأمور لا تحتمل هذا التأجيل، والأمر مش متعلق بالدعوة لجلسة أو عدم الجلسة، لا جدية الجلسة ونتيجة الجلسة إنه توصل لانتخاب رئيس جمهورية. في حال لم يطير لا، ما كنا بنعرف اليوم، هذا بلد ما في شيء مخبى، يعني اليوم كله معروف إنه كل اللي عم بيصير اليوم حدا بي في يعني يأكد إنه في مش يأكد إنه رايح باتجاه انتخاب رئيس جمهورية، وكأنه الأمور من الكل حدا مستعجل للأسف. حتى التنمية والتحرير مش مستعجل؟ بلا، نحن عم نقول إنه خير، يا ريت ننتخب اليوم مش بكرة. يا ريت. لأنه كلمة يا ريت شو بتنفع ساعتك؟ الأسباب التالية اللي ذكرتها، والسبب كمان إضافي هو إنه اليوم في بكرة هذه حرب تخلص، اعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، بده يصير في تثبيت للحدود الموجودة على سبيل المثال، أو تفاوض من البنك الدولي مع المولي بغياب رئيس جمهورية، وهو المنوط فيه بكل الاتفاقات الدولية. نعم. من صلاحياته. لا يعني هالبلد ما بيحمل بقى، ما بيحمل عجل. أي طريقة ممكن تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية يجب أن تستعمل، منها الحوار. إيه منها الحوار. وشو المشكلة يعني اليوم إذا قعدنا مع بعض، إذا قعدوا مع بعض، ما بيقول إنه هذا عرف دايم؟ طيب اللي انعمل كله على فترات الماضي كان عرف، والاتفاقات اللي بتصير حول لبنان من دول من قبل قوى إقليمية أو دولية بكل انتخابات الرئاسات الماضية، انه هذا شو بنسميه؟
يعني التيار الوطني الحر اليوم عم يتقرب من الرئيس بري فينا نقول ومن تكتلكم، وشفنا زيارات قام بها النائب غسان عطالله ممثل التيار، واخر الاسبوع ايضا اعطى ورقه التيار للرئيس بري وفق يعني المعلومات التي حصل عليها لبنان الكبير من مصادر التيار الوطني الحر، وكانت الاجواء جيده مظبوطه. ايه انه في ما تفاصيل هذه الورقه اليوم عندكم؟ لا بصرف النظر في تواصل عم بيصير بين الفرقاء. نعم. طب هالتواصل بده يصير بشكل اوسع. احنا عم نحكي ب 86 حضور، بال 86 نعم، وطبعا يعني في حرص عند الرئيس بري انه ما في عزل لقوى سياسيه على انهار الاحد لاحدى الصحف، لقوى سياسيه كبرى بالبلد من القوى اللبنانيه. ما حدا بيلايمه هالموضوع. نعم. لانه احنا اليوم يعني عايشين السياسه بتفاصيل حياتنا، ما فينا ندل بهذا الخلاف السياسي المستحكم بكل التفاصيل، يعني لا تنتهي الامور بانتخاب. نعم. او ولكن ماذا عن لقاء اليوم او يعني من كم يوم التيار بالرئيس بري؟ شو الورقه اللي حكوا؟ لا في 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 تقدم بال يعني في ايجابيات بهذا الموضوع. في ايجابيات يعني بورقه التيار؟ يعني لا لا، ورقه التيار ما انا ما طلعت عليها بعد حقيقه. نعم. ما طلعنا عليها، لكن عم بحكي انا في ايجابيات بهذا التواصل من خلال يعني هذا جزء من التواصل اللي عم بيصير، من الحوار اللي عم بيصير. ولكن النائب اسعد الدرغام كان بمقابله يوم الاحد وقال لا يعني زميله النائب فادي كرم اللي كان عم بيمثل القوات اللبنانيه انه خلينا نمشي مع الرئيس بري ونحطها عينهم، ما قال بهذا المصطلح ككل ولكن بما معناه انه نمشي معهم في حال قالوا هيدا الحوار لنشوف نحن لوين حنوصل نحن وياهم. بس هولي عم بيسيروكم لا 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 بصرف النظر هذا موقف سليم انه بنحاور خي بالحوار، ما حدا جابر حدا على شيء، ما حدا فارض على حدا شيء، والحوار انا فيه روح بخلفيه معينه براسي، هذا حقي، حقي بحريه الراي وابداء الراي، بس بروح بالحوار لشوف اذا فيه بدل هذا التغيير، يعني اذا اقنعني الاخر بجدوى طرحه او انا اقنعته. نعم. هذا حق له الواحد يفوت على الحوار، وانا عندي تفكيري، عندي رايي، عندي مرشحي براسي انه هذا. ستقنعون اليوم جبران باسيل بفرنجية؟ لا بعض الامور يعني بعدها يعني بمسار معين في تشاور، يعني على الاقل في تشاور وحوار. تشاور على فرنجية او على الكل؟ لا لا تشاور باشياء كثير. يمكن لا طبعا السياسي ما بتقتصر على انتخاب رئيس اللي هو الاولويه والاهم، لكن كمان بنتشاور بامور اخرى، يعني بالسياسي بعدم عدائيه، على الاقل بالسياسي مثل ما كان العدائيه كانت قويه بالاول. شيء ما انتخبته إيه رئيس السابق هذه احد مظاهره. عرفت كيف بالوقت اللي الكل انتخب يعني باسيل هو من قال على رئيس بري بلطجي ايضا. إيه؟ انه كان في تباعد كبير وفي في في مشكله كبيره. نعم. طيب اليوم انه هذا امر حسن بخفف شوي من هالتجنج الموجود. نعم. وخلينا نشوف الوقت بيقول وين بوصل، كما انه سعي انه كمان فرق اخرين يكون في يعني تواصل معهم وتفاهم معهم. عم نقول انه هذا الامر لاهميته ولالحاقه خلينا نعمله بالجمله، ما نضل نعمله بالفرق وما نوصل لمحل. خلينا نجرب الجمله وما مش الحال رايحين على انتخابات، وين المشكله يعني؟ اوكي بدي ارجع على جلسه التمديد لقائد الجيش والاجهزه الامنيه والوعد اللي وفى فيه الرئيس بري للقوات عندما طلبوا بضروره التمديد لقائد الجيش. برايك هل نحن لازم يكون عندنا جلسه مشابهه، جلسه انتخاب مشابهه؟ شو الوعد؟ انا ما اعرف يعني بما معناه انه طلبوا التمديد وانه حصلوا على التمديد. لا تمديد اجى لامرين، وهلا كنت بندوي سالت فيه على القوانين يعني وكيف تصير بالازمات الام. لك في امرين، في الامر اسمه امر الضروره، يعني اليوم مؤسسه عسكريه من المؤسسات القليله اللي بعدها واقفه بالبلد وماشي حالها، اليوم عم بتوجه الكليه الحربيه ايضا وعندها دور. نعم. وعندها دور اساسي بامن. نعم. البلد الداخلي. نعم. والخارجي، والكل لازم يحضنها. هذه المؤسسة عم تشيل الرأس تبعها وما قادرة تعيني رأس آخر لأنه حكومة تصريف أعمال. نعم. شو بنعمل؟ هذا تعيين أو تمديد الضرورة، أنه هذه مؤسسة غالية على الجميع، إذا دور أساسي بهالبلد، المؤسسات الأساسية اللي لازم. نعم. دل وقف على إجريها، فهذا أول شيء في ضرورة لأن يكون أنه ما يصير فراغ برأس. نعم. هذه المؤسسة.
وكذا ضروري، هذا أول بند أساسي بهالموضوع. اثنين سياسي، ما كان شيء بلبنان سياسي، ما كمان هون في إذا بدك تموضوعات أو في تقاطعات بالسياسة بتصير، بس إنه بالأساس هو تمديد الضرورة. نعم نعم. أمين سر الفاتيكان زار لبنان وأيضا التقى بالرئيس بري، وكان اللقاء جيد كما تم وصفه بالإعلام أو عبر الإعلام. برأيك يعني بنفس الوقت شفنا أنه دعوة لحوار مسيحي مسيحي أو ماروني ماروني، ورفض أيضا لهذا الحوار على حجة أنه شو حنعمل نحن لو اجتمعنا نحن الأربعة. برأيك هل رفض الحوار المسيحي المسيحي اليوم يعني هو منطقي؟ شوفي، الاتفاق المسيحي المسيحي أكيد منطقي، لأنه شو بده يختلفوا من الآخر؟ يعني أنه في عقيدة دينية بتمنع أنه يتفقوا مع بعض؟ شو الخلاف؟ خلاف الأمور السياسية، والأمور السياسية ممكن يكون فيها تقاطعات، ممكن يكون فيها توافقات على بعض الأمور أو على كثير من الأمور، وصار بالماضي بكل تاريخ لبنان بما فيه التاريخ الحديث يعني. وأخيرا اتفاق مع الرب. لا ما مش الحال بعدين بحث آخر. طيب، أنه هذا الاتفاق بسهل الأمور على الأقل بانتخاب رئيس جمهوري اللي هو من الطائفة المارونية طبعا، وبالتالي بيسهل الأمور على بعملية الانتخاب كما بيسهلوا محلات تانية. بس أنا بقدر أنه اليوم نحن بمحل بهالوطن الخلافات السياسية عم بتعيق كتير بالطائفة المارونية ولغير الطائفة المارونية، عم بتعيق كتير من الأمور وحلول الأمور في هذا البلد. اليوم هالبلد بحاجة لاستقرار أكثر من أي وقت مضى، بحاجة لشبه إجماع بالمواقف من أجل يعني نطلع من وضعية المزايدة السياسية بين الفرقاء على كل الأمور إلى توافق على الأساسيات في هذا الوطن من أجل يعني إعادة نهوض. نعم. وهذا البلد ما بده كتير لينهض برغم من كل ظروف المنطقة. ساعتك وفق معلوماتك ومعطيتك هل من رئيس؟ لحد هلأ. نعم. لحد هلأ ما في شيء إشارات أساسية بهذا الموضوع، لا على الصعيد الخارجي للأسف، لأنه كمان صار عندنا يعني عمل خارجي بهذا الموضوع نتيجة استعصاء هذا الموضوع الداخلية، ولا على الصعيد الداخلي. بس في استمرارية للتشاور بين الفرقاء، إيه، وإن شاء الله أنه ما تطول يعني هاللحظة. هل لا تزال نعم هل لا تزال اليوم التنمية والتحرير فينا نقول أو الثنائي الشيعي على مرشح سليمان الفرنجية رح تبقى برأيك؟ إيه، هذا مرشح يعني يعني متبنى من قبل. نعم، ولكن غيره ما في طروحات يعني انه يتم انه يعتذر عن هذا الترشح. يعني ما حدا في يجي اليوم اذا بده يصير في حوار على سبيل المثال او اي شيء، ما فيك تفرضي، ما هذا صار حوار مشروط او تعاطي مشروط، وهذا مش مقبول. يعني ان كان هون وان كان مرشح الاخر، ما حدا عم بيقول انه اتركوا مرشحيكم على البواب وفوتوا على الحوار. في فوت معه يعني بفكره الواحد بأفكاره بيحاول يقنع أو الآخر بيقنعه. يعني الحوار شو؟ يعني رح تقنعه مثلا على سبيل المثال بسمير جعجع مرشح لرئاسة الجمهورية؟ إذا بس ما يعني هو من مرشحه عم بيقول إنه ماني مرشح أنا. نعم، ولكن النواب بعض من النواب بيقولوا لك إنه على التيار أن يسدد إذا اليوم. هو عم بيقول أنا ماني مرشح. على سبيل المثال ترشح بتمشوا فيه مثلا؟ لا خلينا نشوف، هذا هو كله بتنترس وقتها يعني إنه نحكي فرديا. خلينا نشوف هالمواضيع. المطلوب اليوم الكل يعني إذا مش قادر، إذا في مشكل ما حدا قادر إنه يوصل اللي بده إياه حقه، إذا قادر يوصل. نعم. مش قادر يوصل ما نشوف صيغة تانية مثلاً. أرتكيل. مثل شو؟ يعني الحوار صيغة تانية غير التشاور. حوار كيف نشوفه؟ كيف نشوفه؟ ما نشوفه مع الفرقاء الآخرين إيه اللي هن بده ينتخبوا. ساعدتك الفرقاء الآخرين رافضين التشاور والحوار، إذا ما مش التشاور مش حوار. هذا نقوله اليوم إنه شو عندنا خيارات بهذا البلد؟ فقط حوار وتشاور ولقاءات، ما في جلسات. خليني جربنا جلسات 13 جلسة. إيه ولكن ساعدتك ب 13 جلسة، ساعدتك خلينا نقول نكون واقعيين، يعني كله مصور ومسجل ومدون. إيه؟ التكتل الثنائي الشيعي كان هو من ينسحب من الجلسات. عارف انه انا ولا مرة انسحبت من الجلسات، انا شخصيا كنت ابقى بالجلسة وطبعا مصور عم تقولي نعم، ولكن مالي موت ما بيعني مالي موت أبدا, ابدا ابدا، بس هذا ما بيعني انه بدي ارجح الكفة، يعني انه بالاخر في كتلة، في كتل ايه عم تظهر من
نحكي بالكتاب هذا عادي بين ليلين وما شيء للأسف. خليني أدي شغلي. ما الآخر هذا السلاح يعني شعر أو حكي باكرا بهذا الموضوع. شو هو؟ سلاح المقاطعة يعني خروج من الجلسة. وبالتالي وبعدين شو اللي بيمنع؟ إنه في نص دستوري يعني بيمنع هذا الموضوع؟ ما في. ولكن في تطيير للنساء. إيه؟ عم نرجع لنفس النقطة الخلافية بس من أول الحلقة. ضمن أسس الدستورية الموجودة. نعم. ضمن الأمور الدستورية. خليني أقول شغله. نحن فينا كمان دور هلأ بحلقة أو بالعامة يعني بالبلد في دور بحلقة ما بدك إنه حوار انتخاب إلى آخره دولة جلسة. الحوار يعني التشاور مش هيك طرحوا تشاور ثنائي وثلاثي ورب. طيب قديش عم يعملوا تشاورة؟ وقت راكبة القصة عملوا حوار بين الفرقاء الكتل السياسية وقت التمديد لقائد الجيش على يومين ثلاثة أسمر تمديد لقائد الجيش. عملوا حوار على توصيات تبعية النزوح اللجوء السوري طلعت التوصيات. حوار بين الفرقاء كلهم. نعم. اجتمعوا وعملوا. نعم. حوار. ولكن وقت النزوح السوري شو المشكلة هلأ؟ كان الحوار بيمثل كل حدا من تكتله ورأسه وقت نوعا ما علي حسب بتوصيات موحدة. نعم. وانتخبوا بتمديد لرئيس بأكترية موصوفة. طب شو الذي يمنع اليوم القوة اللبنانية والمعارضة؟ شو يمنع؟ شو اللي بيمنع من أنه تكرر هذه التجربة؟ ما بعرف إذا بدنا نسأل لألون يعني. نعم. إحنا أنا طرح عم نطرحه ما. نعم. ما طيب اليوم فينا نقول إما التشاور لا أو لا, لا, لا حل. لا لا, لا 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 أنا بدي أقول لك إنه إذا قادرين اليوم يعني تبين إنه في أكترية موصوفة من أجل انتخاب رئيس الجمهورية أكيد رئيس الجمهورية بده يجلس. من دون تشاور. هي مش قدرية القصة إيه إنه أنا. نعم. مسكر المجلس أو لا مش قدرية. على فكرة متهمين أنتم بأنه إنه أنتم من يعني مفتاح المجلس بجيبتكم وساعة البتكون بتفتحوا ساعة البتكون. تخليك. يعني قالوها مجاهرة. تشريع. نعم. حدا إذا في مشكل بانتخاب رئيس الجمهورية طال سنتين ونص بالماضي وهلأ طال فترة زمنية طويلة. عم بيصير في اجتماعات لرئيس اجتماعات عامة لمجلس النواب لأقرار قوانين وين بيفتح مع مين؟ لا يعني ما شيء انه المفتاح لو معه كان بيفتح وبيسكر يعني عرفتي كيف؟ لا هذا موضوع بيتطلب حضور الأعضاء مجلس النواب مع مضارات الميثاقية بهذا البلد. نعم. هيك تقاليد وهيك. نعم. ملامح النص الدستوري ومع انه لا يعزل فريق من الفرقة بهال التعددية اذا بدك اقول علينا انه نسعى لتأمين ما يتطلب الدستور من اجل انتخاب رئيس واذا في يعني شعور او معرفة وطبعا في تواصل بيعرفوا يعني كلهم بتواصلوا مع بعضهم اذا في امكانية لهذا الانتخاب بكرة بدي اجلس رئيس المجلس. نعم. بس لانه مش ماشي الحال عم بحاول يلاقي طرق من خلال الحوار او التشاور. لا بدك اياه هلا تشاور حوار سميه اللي بدك اياه بس من خلال تواصل الفرقاء مع بعضهم لتامين هذا العدد من المصادر. نعم. يعني بدي روح هلا على الهدنه والاوضاع خاصه وانه عم نشوف ميدان جنوبي مشتعل جدا ولكن بنفس الوقت هناك من يقول انه اجواء الرئيس بري حيال هذه الهدنه مرتاح مظبوط؟ شوفي شو معطياتك حول لا هذا الملف؟ الموضوع يتوقف على الجانب الإسرائيلي. نعم. بمعنى ما يعيق هذا الموضوع اليوم المشاكل الداخلية بإسرائيل اللي هالقد مستعصية أكثر من مشاكل لبنان. يعني نعم. الشغل يعني مش عم يستجيبوا لا ضغوط خفية ولا شيء وخلافهم السياسي الكبير واثنين عدم تحقيق الأهداف الأساسية اللي حطوها بحرب بداية حرب. نعم. وبالتالي في إشكالية عندهم يعني الإشكالية عندهم وبالجانب اللبناني عم بنقال عم بيقولوا علنا وجهارا إنه بس توقف إطلاق النار بغزة يتوقف في لبنان ولكن جالنت من يومين قال إنه هيدا شيء ما بالضرورة أبدا ينعكس يعني في حال وقف النار بغزة إنه أن يتوقف من إبلهم. القتال من مشكلة لعند حزب الله مشكلة عندهم. نعم. اوكي يعني المفتاح هوني. نعم. يعني انه يقولوا وبيوقف اطلاق النار هلا يعني في حال اوقفهم اطلاق النار الحزب سيلتزم ايه طبعا طبعا. نعم. اذا وقف اطلاق النار الحزب ايه يعني واضح ومعلن بس انه
أنا بشك أنه يكون في حرب تتوسع. أوكي. لأنه في ضرر كبير على كل الفرقاء، ما حدا بده إياه. وفي يعني خوف ساعتها من توسيع إطار الحرب لتصير حرب إقليمية، كمان ما حدا بده إياه اليوم. وبالتالي أنا بشك أنه تتوسع الأمور. هلأ في خروقات لقواعد لعبة ما يمكن عم بتصير من وقت لوقت، لكن ما 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 بظن انه رح تتعدى هالمواضيع. ماذا عن اجواء هوكشتاين اللي بعث لهم رساله للرئيسين مئاتي وبري انه انا باقي باوروبا؟ يعني نوعا ما في حال حصلت هذه الهدنه انا رجع لعندكم. مزبوط. اوكسين اليوم يعني عمل محادثات وبقدر انا واصلين لمحلات يعني متقدمه بما بعد وقت اطلاقنا. نعم. في اشياء بدها اخذ وعطى بعض الى اخره، بس في نقاط الأشياء. يعني موضوع نحن بهمنا موضوعنا الحدودي. نعم. هذا امر يعني اساسي لنا، وعدم خروقات الاسرائيل ل 1901. نعم. اللي كانت دائما يعني بالماضي، وعدم اعتداء او ايقاف اعتداءات على لبنان. وبالتالي احنا هذه يعني امور اساسيه عندنا بالنسبه لنا. اثنين، انا يعني اظن انه اوكسين كمان انه عنده اذا بدك مهمه اخرى، اللي هي العمل بضمن فريق الرئيس الديمقراطي. نعم. يعني ايقاف الحرب اليوم كمان بتفيد يعني الامر الانتخابي اللي عنده نيه. نعم. اوكي، كمان مهتم بهالموضوع، وهذا احد اسباب او احد وجوه اذا بدك محاوله السرعه بإيجاد حلول. هلا ما بدها تزبط، بس انه هذا احد الامور المهمه. من هيك مهتم بهالموضوع كونه موكل بهذا الموضوع بالشق الشرق اوسط. نعم. ف بكل الاحوال نحن بنتمنى وفق معطيتك، هل من زياره قريبه لهوكشتاين الى لبنان؟ شوفي للقاء يعني الرئيس بري. هو بالمبدا بس يتوقف اطلاق النار الوعد انه بيجي على لبنان سريعا من أجل وضع النقاط والتفاصيل الأخيرة. الحل الجدي اللي هو يعني بجزء منه معروف ومنجز. نعم. نعم. هل من تفاصيل أخرى عن هوكشتاين ورئيس بري؟ لا لا. هلأ في أمر تاني، محاولة تنسيق يعني الجهود الفرنسية والأمريكية بالأول. تمام. كمان أساسا التقى هو لودريان من كم يوم. تماما تماما. نعم. وقدر راح يلتقي فيه كثير، بمعنى يلتقي عفوا انه مرات عده يعني. نعم. بمعنى انه تنسيق هالخطوات انه انتم ما لكم خبر انه حيلتقي بلودريان؟ لا لا ايضا لا مرات عده. اه اوكي. انه نعم. عم بفرض هالشيء انه نعم. وجوده باوروبا يعني انه كمان نعم. متابعه المواضيع اللي منها جزء منها هو التواصل مع الفرنسيين. بالاول كان في اذا بدك شيء بالعلن انه كانه في تنسيق، بس عمليا ما كان في تنسيق. نشهد هالمواضيع ب محطات كثير يعني ما كان في تنسيق بهذا الموضوع، فهذا بسهل المواضيع ان كان بتهدئة الامور اللي هي الامر اللي يمكن عم يهتموا فيه اكثر اليوم بموضوع الاعتداءات الإسرائيلية. وطبعا بسياق طبعا يعني موضوع الموضوع الرئاسي، ماذا عن الملف بتحريك الخماسية من جديد وبدفع اللبنانيين او بالقول اللبنانيين انه يجب الاصفاء بهذا الموضوع من اجل كمان يعني يتوقف الفرصه. هل ستلتقي الخماسيه الرئيس بري قريبا؟ لا لحد هلا ما في شيء. ما حتستأنف عفوا تحركها لحد هلا؟ ما في شيء. قد يكون في اجتماع بالسفاره الفرنسيه قريبا، لكن ما في شيء يعني جديد بين بعضهم عم نحكي. صحيح. مش مع الرئيس. صحيح. بري طبعا. نعم. عضو تكتل التنميه والتحرير النائب ميشيل موسى، انا بتشكر حضورك استوديو لبنان الكبير. شكرا. ما تنسوا تتابعونا على منصات موقع لبنان الكبير، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ولمشاهدة الحلقة كاملة على يوتيوب. شكرا وإلى اللقاء.